لقطة المباراة، محرز يراوغ مدافع كولومبيا بكنترول عالمي ورد فعل جنوني من المعلق الفرنسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ اي فيديو ما تنسوش الصلاة على النبي، وبرضه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، لان انت لما بتعمل لايك اليوتيوب بيقترح الفيديو على جميع الناس، وانا عايز كل الناس تشوف الكنترول العالمي لرياض محرز ورد فعل وذهول المعلق الفرنسي. رياض محرز النهاردة قدم مباراة من اجمل مبارياته في تاريخه مع منتخب الجزائر. تعالوا بينا نشوف كنترول محرز ونشوف رد فعل المعلق الفرنسي. شفتوا كنترول محرز العالمي وسمعتوا ردة فعل المعلق الفرنسي؟ محرز كل الولا كلوا بلعبة واحدة، والمعلق الفرنسي مذهول. ايه ده؟ هو في جمال كده في الكورة؟ هو في حلاوة كده في الكورة؟ الحقيقة ان انا لسه قاعد لحد دلوقتي فرحان وسعيد بالمباراة العالمية اللي لعبها منتخب الجزائر النهاردة. ايه الاداء ده؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميهم دايما يا رب ويحافظ عليهم كده ويفضلوا يمتعونا على طول. كل التوفيق لمنتخب الجزائر وكل التوفيق لكل منتخباتنا، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير. سلام.